أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. والله أيها الأحبة، هذا الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم سوف يغير حياتك بالكامل إذا أدمنت على هذا الاستغفار. الإنسان الذي يستغفر الله باستمرار يجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يخاطبني ويخاطبك في الحديث القدسي يؤكد لنا أن ذنوبنا حتى لو بلغت عنان السماء، حتى لو كانت مثل زبد البحر، فإن الله يغفرها ولا يبالي. أحبتي في الله، هذا إله رحيم، إله عظيم. والله لو أن ذنوبك بعدد حبات الرمل، لو أن ذنوبك تملأ الكون كأمثال الجبال، يغفرها الله لك بل ويبدلها حسنات. ما رأيك؟ فقط أن تستغفر الله، لأن قوة الاستغفار، الاستغفار له طاقة عجيبة أيها الأحبة، له قوة هائلة تغير حياة الإنسان أن تقول أستغفر الله العظيم. وهناك صيغ كثيرة للاستغفار، من أجملها أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من قال هذه العبارة 3 مرات ماذا يحدث أيها الأحبة؟ والله سيغفر ذنبه مهما كان كبيرا. لذلك أنا أحببت فقط أن أذكركم بالاستغفار، وألا تغفلوا عن الاستغفار، وأن تستغفر الله عز وجل في اليوم 70 مرة أو 100 مرة أو أكثر. حبيبكم عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر الله ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. لذلك أحبتي عليكم بالاستغفار، فإن له طاقة هائلة يمكن أن تغير حياتك بالكامل، لأن الإنسان الذنوب إذا كثرت تشكل عقدة اسمها عقدة الذنب، مدمرة هذه العقدة، تجعلك بعيدا عن الإبداع، بعيدا عن الرزق، بعيدا عن الحياة المطمئنة. لذلك الاستغفار يزيل هذه العقد، وإذا علمت أن الله يبدلك هذه السيئات يبدلها حسنات، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ لذلك دائما قولوا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.